يعملكش الضوء هانية؟ لا زيرو. إذا نجدد ترحب بكم مشاهدي قناة شوف تي في، مازلنا معكم في مدينة الشهداء مدينة واديزم، وهذه المرة أخوتي مع شاب راقي كيقول أنه عنده واحد القدرة على أنه كيعالج السحر، وغادي يكشف لنا أسرار اللي هي خطيرة على التوكال، ويحكي لنا على بعض يعني تجارب ديالو، كذلك بعض النصائح اللي باغي يقدمها للمتتبعين والناس اللي مراض وتيقولوا عندي توكال وعندي سحر وطرقوا أبواب كثيرة. فأكيد كما كتشوفوا معنا كاين بزاف ديال الناس اللي ولاو خداو هاد الرقية مهنة أو امتهنوها، وربما ما تيكونش عندهم علم. هنايا نقدروا نعرفوا ويوضح لنا كيفاش نعرفوا الراقي من واحد باغي غير ينصب، كذلك كيفاش نعرفوا واحد عنده توكال، كيفاش نعرفوا واحد عنده السحر وشنو خاصو يدير. اذا فللمهتمين مشاهدينا، وكنطلبوا الله عز وجل الله يحمينا ويحميكم من كل اذى ومن كل شر يا رب. اذا خليكم معايا جميع، نرحبوا بالسي محمد. سي محمد مرحبا بك في هذا المباشر عبر قناه شوف تي في، فكنتمنى اننا في هذه الحصه هذه اننا نستفدوا منك، وكذلك غادي يكون سؤال جواب، واكيد حتى انت تفيدنا وتعطينا بعض التجارب اللي مروا عندك، يعني بعض النساء وبعض الرجال اللي كانوا كيعانيوا من توكال ومن السحر، وهذا تحاول انك تفيدنا. مرحبا سي محمد. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا سي محمد، عرفنا بنفسك ودخل معنا في الموضوع، وحنا السؤال غيجي المباشر. احنا معك. شكرا للاستضافه، وشكرا لقناه شوف تي في اللي هي لسان كل ضعيف ومريض ومعاني في صمت. الاسم ديالي محمد القصومي، من قبيله شرفاء السماعله، الولاده في مدينه واديزم، السكن كما تشوفوه حي المقاومه الشطر الاول رقم 35 مدينه واديزم. التعريف ديالي فقيه معالج، يعني فقيه راقي، لكن الفرق بين الراقي وبين فقيه راقي. فقيه لديه شيخ ولديه ورد ولديه مشيخة وببركة، وفي بعض الأحيان تكون بركة أبا عن جد، وليس كل من هب ودب يصبح راقي بليلة وضحاها، لأن عالم الجن عالم خفي وعالم خطير وعالم لا يعلمه إلا الله، وأغلب الجن كاذبون وماكرون. هناك من الجن من يكذب على الرقاة، وهناك من الجن من يتلعب بالرقاة، وهناك من الجن من سبب للرقاة في عملية انتحار، في عملية الموت، في عملية تشتيت أسرته، في عملية يعني تخريب بيته، لأنه بلا قواعد بلا شيخ بلا إذن. ويجب معرفة الإنسان الذي لديه سحر مطعوم أو مشروب أو مشمون من الإنسان الذي لديه جنيون، من الذي لديه نوبة عصب أو نوبة نفسانية، أو من الإنسان لديه ماضي يتذكره في تلك الحصة التي يكون في داخل الحصة للرقية بالرقية الجماعة، وفي سبيل المتصل الحديث وفي سياق متصل أن الرقية لا تصح بالجماعة. نعم فعلا، غير ذكرتي حتى أنا كان عندي هذا السؤال، بغيت نقول لك سي محمد، كنلاحظوا بعض الرقاة كيجيبوا كيعمر واحد الصالة بالنساء ويبدا يرقي، أو كذلك بالرجال ويبدا يرقي رقية جماعية، فما رأيكم سي محمد؟ شكرا السؤال. أخي الراقي، أخي الفقيه، أخي المعالج، أخي الشيخ، إياك والرقية بالجماعة. فهناك ناس يأتون ضيوفا مع المرضى، يذهبون بجن معهم أو بسحر معهم أو بأذية أو بتابعة أو بشيء من آفات الروحية والروحانية. الرقية بالفرد، لماذا؟ لأن عندما نرقي الشخص بالفرد تكون قوة الراقي أكثر من قوة الجماعة، وتعرف الآيات وتعرف السر الذي بسببه سوف يتكلم ذلك الجني ولا يقوم بالكذب او باللعب بك او بمراوغتك. في بعض الاحيان ذلك الجني يكذب عليك بسبب حرقه بذلك القران، او بسبب بخوفه من ذلك المكان، لان المكان الذي يقرا فيه القران دائما تكون به ملائكه وبه جن مؤمن له رتب اكثر من ذلك الجني الذي مختفي ذلك الجسد. ونرجع للكلام السليم في الذكر، فالرقية بالفرد هي للتشخيص، والتشخيص التام والعلاج التام. لماذا؟ هناك بعض الأحيان إنسان يكون لديه توكال، يعني توكال بلغة الدارجة المغربية. نعم، إذا نهضروا بالدارجة اللي
يفهم اللي قاري واللي ما قاريش يفهمك السي محمد. صحيح، شكرا. في بعض الأحيان يكون هناك توكال، توكال سوف نقوم بالترجمة باللغة العربية، لأن هناك يكون في المتتبع للقناة من الإخوة العرب من باقي. التوكال هو السحر المطعوم، إما مأكول أو مشروب أو مشموم. شخص يريد أديتك ولا يستطيع الوصول إليك، يقوم بعمل ماكر وبعمل جبان، يقوم بدس شيء في قهوة أو في شاي أو في حريرة أو في لبن أو في حليب في شيء سائل، هذا يسمى السحر المشروب. ثم نرجع إلى السحر المطعوم. السحر المطعوم هو الذي يكون في وجبة متكاملة، يعني غذائية كغداء أو كعشاء. وهناك بعض الخبثاء الجبناء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يقومون بدس الزجاج في الطعام، لا يريدون نعم لا يريدون سحر ذلك الشخص فقط أو أديته روحيا وروحانيا، بل انتقام منه ذهابه إلى القبر. كأحد الحالات التي أتت عندي، أحد النساء كان لها سحر مطعوم وهو عبارة عن زجاج وعن بقايا الشعر نسائي. بسبب ذلك التوكال السحر المطعوم أصبح يدها اليمنى ورجلها اليمنى أبطلت الحركة، وتم بالله شفاؤها وتم بالله الرجوع إلى منزلها. كان لا تحب الدخول إلى منزلها ولا تحب الاقتراب من أبنائها ومن زوجها، كانت حياة زوجها ظلام في ظلام، وتم بحمد الله وبعونه وبقدرته، فنسي وسبب الكمال على الله شفاؤها. وزوجها مستعد لأن يجيب شهادته ومستعد من يصادفكم في منزلي بإذن الله. إذا هنا شحال ديال الوقت السي محمد اللي خديتي باش أنك كنتي سبب في علاج هاد الزوجة اللي كما قلتي تحولت الحياة ديالهم الجحيم بسبب هذاك التوكال اللي كان عبارة على شعار وزجاج؟ شحال خديتي ديال الوقت باش درتي لها هذا الاستفراغ هذا وباش أنها ردات هذاك الزج أو أنها خرجت هذاك التوكال أو هذاك السم؟ هذا السؤال مهم ذكي، شكرا. خروج الجن في حصة واحدة لم تستغرق 30 دقيقة، نطق العارض بأمر الله، وهي عارضة من الجيل الأرضي السفلي، وهذا درس آخر لا يمكن أن يكون عليك إلا كان عندك الشيخ تتلمت على يديه وأرشدك وأظهر لك الطريق. من هو شيخك؟ الشيخ رحمه الله هو من قبيلة جبالة من بلدة غمارة رحمه الله، تتلمت على يديه 17 سنة. ثم كنت مار بالزوايا وتلمت على الشيوخ كثيرين، ثم في عائلتي أنا هذه البركة متوارثة أبا عن جد. الرجل للسؤال الكريم، أن السيدة لم تستغرق حصة لعلاجها لخروج الجن منها سوى 30 دقيقة بأمر الله، لكل إنسان بركته. وكما يقول أحد الشيوخ بالدارجة المغربية، واحد من 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 من, من, من نقسم البركة دياله من حضر البركة، أي أحد لا نستهين ببركته، والحكمة ضالة المسلم. ثم الحصص الاستفراغ ثلاث حصص عندي وإحدى الحصص عندها، لأن الإنسان عندما يكون بعيدا يأتي عندي في الحصة الأولى وشخصه وأعرف ما به، هل هو سحر بجني أم سحر الله، هل هو سحر بخادم كان موكل بسحر وأصبح عاشق، أم هو سحر بلا. وفي أغلب الأحيان السحر النسائي ما يسمى بتكهامت، يقوم النساء بعمل يدوي في المنازل، هذاك السحر يكون به جني. السحر الذي يكون به خادم هو السحر الذي يعمله الفقيه، والسحر ليس لكل من هب ودب وأي أحد يدعي السحر، لا. السحر أنا لا أقول إنني أمارس السحر، ولكن معرفة خطة العدو نصف هزيمتي. السحر علم، فتلك أسمي أنا شعوذة ودجل. وفي الآونة الأخيرة هناك ناس امتهنوا هذه المهنة ووراءها حائط قصير، غفر الله لنا ولهم، وهم لا يشافون المرضى بل يهجن ذلك الجن في ذلك الجسد ويزيدون الطين بالله، عوض أن يشافي ذلك المريض يقوم بزيادة مرضه. ثم أقولها وأكرر من هذا المنبر، أي إنسان عنده سحر مطعوم أو مشروب أو مشموم، ونعطي الفائدة على السحر المشموم، وهو سحر يكون في العطر ويكون في مواد النظافة ويكون في شيء نستعمله للزينة، سواء الزينة داخل المنزل أو داخل دكان أو داخل الاستعمال الشخصي،
ممكن يكون السحر في عطر. نعم. حالاش مثلا؟ سحر عطر كعقار وراس عطر. ذلك الـ ذلك الـ الخبيث او الخبيثه كما اسميهم انا للانسان الذي يستعمل المكر. اكيد. انه خبيث. وكل كل كل شرائع الدنيا لا 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 لا, لا, لا. لا تكتفيه للإنزال العقاب عليه. والسحر نعم السحر شرك، التعصب الموبقات السحر كفر. أنا السحر مثلا أنا مثلا أحب هذا العطر الفلاني، أحتفل كما بعض الناس يحتفلوا بعيد الميلاد أو بزفاف أو يستغلوا هذيك الفرصة ويجيبوها كهدية في هدية صحيحة يرى فيها السحر، هي مخدومة بعزيمة أو بقصام أو بكذا، خاص تكون جديدة مسدودة بالبكي ديالها ولا خاص يحلوها ويديروا فيها شي حاجة. مثلا عندنا المسمن الدرجة المغربية تكتفي بالإبرة وخدي المختبر، نعم ديال التشخص بالمختبر ما تبان فيه حتى شي حاجة، تكتفي عزائم. هناك سحر العزائم والأقسام، هناك نوع من الجن يحضر، لا يحضر لا ببخور ولا يحضر بماده خبيثه، بل يحضر بعزيمه بقسم. يكون ذلك الساحر عنده عزيمه او قسم ينزل عليه كالشهاب الطاق من ذلك الجن، فياتي فيخدم ذلك الجزر برتبه مثل البشر، رتب واشكال وانواع ومهن، هكذا الجن. وما بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني كفه متوازنه. ثم رتبه الشيطان، أن الجن عندما يعصى الله يكون يصبح شيطان، والإنس يصبح شيطان عندما يعصى الله. يعني هناك بعض الناس لديهم مفهوم خاطئ عن كلمة شيطان، فكلمة شيطان هي رتبة كما قلنا. نعم، يعني هذه صراحة ما عمري ما سمعت هذه، لأن كيكون مشموم يعني يقدر يكون في عطر، أو أن هذه القضية اللي قلتي ديال المسمن حتى هو يقدر تكون مكتوب بإبرة وهذا. فهنايا صراحة يولي الواحد يخاف من بحال هاد المسائل هادو. كاين واحد السؤال بالنسبة للرقية، قلنا الرقية الجماعية هذيك راه ما خصهاش تكون، لا تصح، الرقية خصها تكون فردية باش يتم التشخيص ديال الحالة ويعرف الواحد شنو عنده، واش جن واش مس واش نوبة أعصاب نوبة نفسانية. يعني كاين بزاف ديال الناس كتكون غير نوبة أعصاب وكيقولوا لك لا كاين السحر، ذكريات واحد يعني. واحد المرة تجي عندنا تتفكر واحد الفلوس ماشي ليها، واحد الأبناء ديالها ما توظفوش، واحد الابن ديالها مات، واحد طار له واحد المشكل بحيث ما تنساتوش. يعني انت كدير الرقيه وهي راه تما كتعرف انت راني عندها حتى شي حاجه راه غير نفسيا. هناك بعض الرقاه سمحهم الله يستغلون هذا الموقف، وانا لا 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 اقوم به نعلم ولا يعني البعض. نعم. كما قلتي، فانت انت سي محمد ملي كتكون كدير الرقيه لهذيك الانسان ولا لهذاك الانسان كتعرف تشخص واش يعني هذاك الشخص خصو يمشي يتبع مع الطبيب ونقصيت غير الرقيه. صحيح. مثلا جاء عندك انسان له سحر مطعوم ووزنه 50 كيلو غرام او 40 كيلو، لا يمكن لك ان تجعل له الرقيه ولا يمكن لك ان تقوم له باستفراغ. لماذا؟ لانه هو في 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 في, في, في الصحه مهدومه اصلا قبل ان ياتي اليك بسبب ذلك السحر، ثم ان قلبه ضعيف، ثم ان عمليه الاستفراغ تحتاج الى جهد قوي. لذا قمت له باستفراغ وقمت له بالرقيه، يمكن لا قدر الله ان يموت عندك، ومن سيحميك؟ لان هذا الميدان ليس مقنن. يعني حتى البنيه الجسديه ديال ذاك المريض كتحكم واش نقدر ندير له الاستفراغ ولا ما نديرهش. نعم، الانسان به جن، لان الانسان ملي عندما يكون به جن تكون له قوه 10 رجال او 8 رجال. عندما ذاك الانسان يكون وزنه 50 كيلو او 60 كيلو وتقوم برقيته، ثم يصبح في 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 مصارعة معك ويكون عندك مساعدين يقوم بقبضه وبشده الى ذلك، يمكن ذلك يؤدي الى وفاته، ذلك الى 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 ايقاف قلبه. شنو كدير في هذه الحالة؟ في الحالة عندما كترقي واحد حتى كيخرج لك بحال هكا تيولي فيه كما كنقولوا 10 درجال، شنو كدير انت سي محمد في ديك الحالة؟ في ذلك الحالة انا لا يمكن نقابل مثل هذه الحالة. أقول لوالديه إذا كان إذا أتى به والديه، وأقول للزوج إذا أتى به زوجته، أو أقول للابن أتى به أبيه، على حسب الوضع الذي يأتي به، أقول له فليذهب، هل 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 زرت الطبيب؟ هناك يكون بعض الأحيان جرثومة المعدة، نقص في الفيتامينات، نقص في الأكل، شيء من هذا يكون مشكل طبي، أو يكون مشكل طبي وروحي. مثلا اقول لهم ارجعوا بهذا الشخص او بهذه الفتاه او بهذه المراه الى المنزل، وقوموا بجعل له غذاء
يعني غذاء، نظام غذائي متوازن حتى يسترجع صحته وعافيته، ومرحبا به. وهذه النتيجة أقوم باستعمالها، وأتت أكل الحمد لله. رقي يا سي محمد عندك بالقرآن، بكتاب الله، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وبقواعد القرآن، نعم، وبحكم القرآن. هنا نحتاج إلى الشيخ. هناك من الجن من يخاف من آيات العذاب، هناك من الجن من يخاف من آيات الزقوم، هناك من الجن من يخاف من الآيات التي يذكر فيها النار، هناك من الجن من يخاف بآيات الوعد والوعيد. مثلا جاءتنا إحدى الحالات وجاء عندنا جني متلبس بذلك الحالة، جني مسلم منافق، ذلك الجن لا يمكن أن يؤثر عليه القرآن، ماذا سنفعل؟ هنا في بعض الحالات يأتينا جني أبكم، كيف سنفضل نتحاور معه؟ نعم، هذا هو حتى هذا السؤال مهم. يعني كتكون كدير رقية لشي مرأة ولا شي راجل، ولكن هو راه عنده الجن، ولكن كما قلتي أبكم، كيفاش غندير تشخص الحالة في هذا؟ هنا نحتاج إلى الشيخ وإلى القواعد كما تنظرين إليه هنا. نعم، ترين هؤلاء القارورات، هؤلاء هم القارورات. عندنا هنا قطران، عندنا هنا مياه سائلة، عندنا هنا ماء مقرع عليه سورة البروج 7 مرات، فيه سر سورة البروج 7 مرات. هنا آيات العذاب، استفد أيها الراقي أيها المعالج. فأنا هنا أقوم في نفس الوقت بعمل لايف وبعمل إفادة للإخوان الرقاة المبتدئون، وبالرقاة الذين لهم باع طويل في الرقية ولكن ليس لهم قواعد. هناك بعض الرقاة أعانهم الله قواعد محدودة، لأن بعض الأحيان هناك من الرقاة من يأتي من الأول من يبدأ من يقرأ ويبدأ بقراءة آية العذاب. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هناك من الجن من يكون داخل على الخطأ أو بسبب تهديد الشياطين لأبنائه، هناك الشياطين من يقوم بخطف أبناء ذلك الجني ليقوم بحرص ذلك العمل، عمل جلب محبة، تهيج، اعتقاف، تراجيم في المنازل. وعلى سبيل الذكر التراجيم، مؤخرا قمت بإطفاء أحد المنازل، كان معمول لها يعني كتاب حرز وما لا تشعل العافية في الدار بوحدها. نعم، ما لا تحني سبق لينا، يعني أنا شخصيا سبق لينا صورنا شحال من دار كنمشيو عندهم كنلقاو العافية كتشعل بوحدها. نعم، كما شاهدتوا في قناتكم في دار الطالبة في جماعة الفقراء، صحيح؟ نعم، هي ماشي العافية، هذوك غير قالك تيحسوا بالروبيني مطلوق في دار الطالبة. نعم، هناك بعض الأحيان يكون عمار المكان، عمار المكان، هناك بعض الأحيان يكون عمار المكان ليس من ديانة ذلك الضيف كما يسمونهما معشر الجن المتطفل عليهم. في بعض الأحيان في بعض الحالات، وفي بعض الأحيان ألتقي مع جن له 300 سنة 500 سنة 1000 سنة، لأنهم هم معمرون كيهضروا، لأن نعم يتكلمون أنا جني من قبيلة فلان. وواحد النصيحة نوزل الإخوة الرقاة، واحد الفائدة عظيمة، أنا لا أزكي نفسي ولا أزكي على الله أحد، ما علمني الله أقوم إيصالي للناس. أي جن مهما كانت لغته أو ديانته فإنه يتكلم العربية. لماذا؟ هذه حكمة من الله لا يمكن البوح بها، هذه من أورادي ومن أسراري. أي جن، لأن بعض الأحيان تلتقي مع جنين ومع ماردة آتية من مدينة من إسبانيا، من إيطاليا، من أمريكا، من كندا، ذلك الجن يعني لكل بلد عماره وقبائله من الجن وسكانه من الجن. لما كما قال أحد الشيوخ، لو ذهبت إلى مكان خالي في غابة أو في صحراء أو في مكان خال وصعدت إلى عين السماء ورميت بإبرة، لما وجدت تلك الإبرة مكان لها للسقوط. لماذا؟ لأن الأرض مليئة بالجن، لأن الجن 75% وبني آدم 25%. نعم، على ذكر اللغة سي محمد، كاين بعض النساء اللي تيقولوا أن ملي كتكون كدير الرقية ملي كتنطق تصور أنها تكون ما عمرها قرات ولا شافت المدرسة ولا عرفت، تتولي تنطق باللغة الإنجليزية، صحيح، باللغة الإيطالية، باللغة الهندية، كيفاش؟ تنطق بلسان، أنت قلتي لا ضروري تهضر بالعربية، ولكن حنا شفنا بعض الناس تيقول لك لا وتتولي تهضر باللغة الإنجليزية مثلا.
لا عمرها شافت المدرسة ولا عرفت اللغة. شكرا السؤال. في تلك اللحظة تقوم بالكلام وفي الحوار مع ذلك الراقي او ذلك الشيخ او ذلك الفقيه المعالج، كما قلت في الكلام السلفي ذكر في بداية البث، هناك فقيه راقي وهناك راقي معالج وهناك راقي ليس بمعالج، وهناك شيخ فقيه راقي معالج، وهناك من يدعي انه راقي ونصاب. نعم، واقول لهذا النوع اتقي الله، اقول لهذا النوع اتقي الله، فعالم الجن ليس معه لعب، لاننا نحارب عدو لا يرانا، ونحارب عدو يسمع الينا ونسمع اليه، يسمعونا عذرا، يسمعون ولا نسمعه، ويرانا ولا نراه. واقولها واكررها، اي انسان بلا شيخ راقب وعالج، كن على يقين انك ستدخل في حرب مع الجن، فالجن لا ينسى، والجن ينتقم ومنتقم. ونصيحه للرقاة، لا يقومون بقتل الجن، فقبائل تنتقم. لا اقول هذا بسبب مخافه من الجن او خوف من الجن، لا، ولكن يمكن ان ان ان, أن تحثه او تعظه على 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 ارجاع على عمله. واي راقي واي شيخ واي راقي فقيه كما قلت، واي شيخ معالج واي فقيه معالج، فليسال ذلك الجني المتلبس خادم ذلك السحر، سواء كان ماكول او مشروب او مشبوب او محروق او مدفون او معلق او قبر في قبر او طير في طائر او عمل في جيفه في نجازه. هناك السحر انواع واشكال، هناك نوع من السحر يقوم السحر الاسود، هناك يقوم السحر الاحمر، هناك نوع من يقوم السحر الابيض فيقول انه حلال وليس بحلال. والسحر الابيض كما يدعي بعض الناس غفر الله لنا ولهم هو الجلب، هو المحبه، هو التهييج، هو القبول، هو البيع والشراء، هو يعني شيء يستعمل فيه آيات من القرآن ويستعمل فيه أسماء مع آيات من القرآن، فأقول له هذا كله حرام، لأن الشيء الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو الرقية بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولنا في السنة فوائد كثيرة، ولنا في الطب النبوي فوائد كثيرة، ولنا في كتاب الله حكمة ورحمة وشفاء، والقرآن ليس بعلاج بل شفاء تام، لأن هناك الفرق بين العلاج والشفاء. نعم، فشنو رأيك؟ عذرا لو سمحتي سأقوم بالإجابة على السؤال. لماذا ذلك ذاك المريض أو المريضة يتكلم بلسان هنديين أو فرنسيين أو إسبانيين، يتكلم بلسان ذلك العارض المتلبس به، ولكن ذلك الجن ذلك المعالج إذا كانت له قوة، قوة يعني قوة نورانية ربانية نورانية، وإذا كانت له نية تامة أن همه العلاج وهمه يعني مرضاة الله، ليس همه المال أو ليس همه التباهي أو ليس همه أنه يكون من الأفضلية، ينزل ذلك الثقل النوراني الرباني الذي يكون هو يحيطه ولا يراه ذلك الراقي، بل هي كرامة عند الله وبركة هذلك الجن كالشهاب الثاقب، يقوم باستدراج ذلك الجني. وفي هذه اللحظة يجب على ذلك الراقي أن يكون يعمل المكر والخداع مع ذلك الجني، لأن أغلب الجن ماكرون ومخادعون، ولا هنا بين قوسين تعبير المجاز لا أقوم أن يكون مخادع ذلك الراقي، بل أن يراوغ ذلك الجني ويخادعه حتى يسقطه في الفخ لخروج ذلك المريض، سواء قال له انه متزوج بذلك السيده او انه يحبها او انه سياتيها باموال الدنيا. الجن لا ياتي بالمال، الجن لا ياتي بالذهب، الجن لا ياتي بالكنوز، الجن لا ياتي بالفضه، فذلك عالم اخر وشيء اخر، باب من ابواب، وجود ذلك الباب ولكن باب اخر. نحن الان نتكلم عن باب العلاج فيما يخص السحر المطعوم والمشروب والبرشوش والمدفون وما الى ذلك. تفضلي. نعم، كنلاحظوا السي محمد بعض الرقاة اللي كتجي عنده المريضة أو المريض وتبقى يدير ليه عد بزاف ديال الحصص، يعني حصة اليوم ورجعي غدا ورجعي بعده ورجعي السيمانة الجاية ورجعي الشهر الجاي، يعني كتبقى متبعة مع واحد المدة ديال الرقية حتى كتقول، وفي الأخير ما تتكونش نتيجة. واش ضروري السي محمد حنا خصنا نبقاو نديرو بزاف ديال الحصص كل مرة نمشيو حنا عند الراقي كل سيمانة نمشيو ثلاثة المرات كتولي داكشي بحال غادي نمشي مدرسة ولا
كتولي خصك اليوم كتقول لها شنو عندك، تقول لك لا اليوم عندي الحصه ديال الرقيه، الخميس عندي الحصه ديال الرقيه، الاثنين عندي الحصه ديال الرقيه، كانها صافي ولات في جدول ديال الحياه اليوميه ديالها. واش ضروري الراقي خص يمشي عنده؟ انا بزاف ديال المرات عاد باش غادي نتعالج. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. مثلا انا سائق لشاحنه، حارس، عملي بناء، حرفي، كيف سأقوم بالرقية يوميا؟ مثلا بعض الرقاص يقولون للمرضى اقرأوا سورة البقرة. يا أخي سورة البقرة يجب أن نقرأه احنا من تلقاء أنفسنا، وكتاب الله يجب أن نقرأه من تلقاء أنفسنا. فأنت عندما تأتي كذلك المريضة فأنت هو الطبيب، يجب أن تشخص المرض وتعطي أصل وتستأصل ذلك السرطان وتعطي أصل العلاج. الرقية الجني يخرج في 30 دقيقة. 30 دقيقة. هنا غادي نوقفك السي محمد. ستقوم بالنسبة لك إلى جا عندك هذا إذا كان جني صحيح. أنا جني صحيح. نعم. 30 دقيقة. أنت ما عندكش ديك القضية ديال الحصاص و ليس عندي، أتوني الناس إلى هذا المكان المتواضع من أنحاء المغرب. يأتون عندي في حصة واحدة ثم أعطيهم البرنامج ويذهبون لحال سبيلهم. مثلا انسان اتاك من مدينه ورزازات او مدينه العيون او مدينه الرباط او مدينه الداخله او مدينه اكادير، انسان فقير ليس له مال، انسان له عمل لا يجب ان يتركه، اذا صار كذلك العمل لا يجد قوت يومي لابنائه بكراء بكهرباء بماء بمصاريف الحياه الصعبه، كيف ذلك المريض سوف نقوم في كل حصه اخذ مبلغ مالي منه، زيد على الفندق، زيد على اذا كان قام بكراء سياره او باخذ غرفه او غرفتين، زيد بالطعام، زيد كيفاش غادي بلاصه. لا، المريض عندما ياتي الراقي ياتي على حساب الجن، في تلك اللحظه الراقي يقوم باخراج الجن. ثم نقطه مهمه، الجني عندما يخرج من الجسم يترك فضلاته، هذه النقطه اللي ينتبه لها اغلب الرقاة، فضلاته هي التوكل. اي انسان توجه من هذا المنبر خرج منه الجن الا يدير استفراغ سواء بالراقي او بنفسه، واستفراغ راه كاين عنده قواعد، هاد القواعد اللي عندنا حنا ابا عن جد، لو كان الجاج يتلاح، وانا راه القناه ديالي اللي بغى يشوفها سميتها زاويه جدي الحاج بالقاسم الشاذلي للعلاج. يعني في القناه ديالك تفيد الناس؟ تنفيد الناس، نعم، تعطيهم يعني معلومات باش يعالجوا رؤوسهم، تعطي المواد اللي يقدروا يستعملوا مثلا في الاستفراغ. نعم صحيح. يعني ما كتخليهاش سير، انت الهدف ديالك هو الناس تعالج. الهدف ديالي هو الناس تعالج، والهدف ديالي هو نشوف ان الناس كلها سعيده، وان الناس تشي الساحر ما يبقى، وان الناس كلها تعيش في سلام وفي اطمئنان حتى تؤدي عملها وعبادتها وتكون فيها النفع لوطنها ولمنزلها وللناس جميعا. يعني في القناه ديالك كاين النفع، الناس تقدر نعم. تدخل وتستفد. تستفد. وإذا شك الإنسان في هذا الكلام فليتفضل ويرى، وسوف أقوم إن شاء الله اسم القناة زاوية بالعربية زاوية جدي الشريف الحاج بالقاسم الشاذلي، فهذا اسم القناة. نعم قلت لي بالنسبة لي موجود فيها في صورة القناة، موجود فيها مثل هذا في البروفايل القناة. اذا هنا السي محمد كنشوفوا بانك انت كتقول هذاك الراقي اللي بقى يدي فيا ويجي ويبقى يقول لي الحصص طريقه غلط، هذا الهدف ديالو مادي؟ هناك بعض الناس الهدف ديالهم مادي، هناك بعض الناس لضعف قواعدهم وحكمتهم، و في بعض الاحيان اختي الكريمه ليس كل مريض نستعمل معه القران، الرقيه خاصه بالجن. لماذا؟ مثلا لما نستعملوش مع القرآن شنو نستعملو؟ هناك نوع من السحر كما قلنا في بداية البت، سحر نسائي، واحد المرأة تشيل تلقى مع مرأة في الحمام، تلقى مع مرأة في السوق، تلقى مع مرأة في الشارع، في الحافلة، في الطاكسي، تقول لها غتشدي هذه غدير هذه هذه هذه، التكار راه غيولي يبغيك هذاك السيد، غيولي هذاك الراجل، غيولي كذا. كتعطيها شي وصفة اللي تقدر أنها تستعملها باش يبغيها شي واحد، نعم، باش يتزوجها شي واحد لغرض ما، لغرض سواء كان غرض ايجابي هي في نيتها او غرض سلبي، ولكن ديك السيده لا تدري ان ذلك المواد، مثلا نتكلم عن مواد التوكل، هل يمكن ذلك؟ نعم مواد التوكل. مثلا هناك توكل، انا عندي في القناه هذه الفيديوهات
وعلى فكرة أنا لا أصور الأوجه، لأن لا يمكن أن أخرق محارم الناس. أنا أقوم بتصوير حصص الاستفراغ، يعني المادة يعني داك الشيء اللي كيخرج يخرجوا عباد الله من الجوف ديالهم. نعم، هناك الناس من قام بإخراج دم العادة الشهرية أعزكم الله والمشاهدين. نعم، والعادة الشهرية عندما يتناول الإنسان تبقى كما هي. هناك عندي عدة فيديوهات في القناة يراونها الناس. هناك الأظافر، هناك فضلات المدنين. واش ملي غير الضوء قدام كيخرجوا الضفار؟ نعم، أظافر، شعر، وكل شيء عندي في القناة أكثر من 180 مباشر. ديك الساعة كتكون تتصور؟ نعم مباشر. نعم، ليس بتصوير الشخص. نعم، أول مرة. يعني داك الشيء اللي كيردوا المادة. نعم. احتراما لفساد الناس ولأعراض الناس ولحرمة الناس. ثم هناك بقايا أقدام الحمير عزكم الله، هناك دم الحوادث، هناك دم الغسل أموات، ولكن مع أشياء لا يذكرهم هنا لأن هناك الظالمون يشاهدون ويستعملونها. أنا أقوم بإظهار سوى رأس الخيط. هناك مواد خبيثة، وهذا التوكل ليس به خادم لأنه يجب استعمل معه الرقية، ولكن التوكل السحر المطعوم المشروب المشموم الذي يستعمل معه الرقية هو السحر الذي يقوم كتابته ذلك الساحر في ورقة، ويقوم ذلك الشخص الخبيث أو الخبيثة بإدابته في ماء، في حريرة، في شيء يعني سائل أو شيء، أي شيء، حريرة، صوت، ولا البلول ديال المرقة ديال الكسكسو ديال الرفيسة. وأغلب الناس أغلب الناس أغلب الناس تيتناولوا التوكال في واحد الوجبة شعبية قال الناس عز عليهم هي الرفيسة. لماذا؟ ما سألتنيش علاش المال. لان الرفيسه تكون فيها قوه الاعشاب، الاعشاب يعني ما غاديش يحس بذاك المذاق، ويكون لونها اسود، العدس، الفول، الحلبة، يعني ما غيبانلكش داك الشيء المدسوس عندك تما. تمام. وتوكل الزجاج يستعمله في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوجبات السريعه، يكون انسان يعني جائع لدرجه الانهيار. ياكل داك الزجاج، انا ملي غناكلو غادي نحس به كيتكزز ليا في فمي. اذا يكون زجاج رقيق، في بعض الاحيان يكون في 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 نص خبزه ولا في خبزه، بعض الاحيان الانسان تكون جيعان ما تنضغش. مثلا الانسان انت ولا انا مثلا كون جيعان وسمد ناكل وسنضغ اقوم بالمضغ، لا يعني خاصك غير تشبع المعده. انا كنضغ يعني انا ما غيديرش الجيش. ونضرب الله عز وجل تكون هذه المحادثه تكون ذكيه وتكون مفيده والناس لا نريد جزاء ولا شكورا. وهذا هو الهدف من المباشر سي محمد، فعلا بغينا نصائح اللي بغينا يستفدوا. وهذه النصائح استاذه راه من القلب ومن الحكمه، وهذه النصائح راه مسؤول عليهم في الدنيا قبل الاخره، قانونيا واخلاقيا وبكل مروءه. يعني نصائح من خبره 20 سنه، وهذه الخبره متوارثه ابدا عن جد ببركه، على اصل بركه، لان في عائلتنا اكثر من 50 فقيها ببركه وبالاصل نحن شرفاء. والزاويه الام هي الزاويه الشرقاويه هي التي نعم. كنشوفك سي محمد شاب راقي. نعم، يعني احنا تعودنا الاغلب، يعني وسمح لي على السؤال، كنشوفك القوه راقي، اللحيه، الجلابه، الفوقيه، كذا، هذه تشوفك يعني بلباس عادي بلا دوك الرسميات الجلباب والطربوش سأقوم بالإجابة على سؤالك. ذلك الشخص الذي لديه جلباب ولديه يعني كل السلهام ولديه، نعم، وتلك قبل أن يصبح في ذلك السن كان مثلي، ثم تدرج هكذا في يوم من الايام اذا اطال الله لي عمري ساصبح انا بجلباب وبلحيه انا انسان رياضي، لهذا اقوم بلبس هذا اللباس. لقد مارست رياضه التايكوندو كثيرا ورياضه الكاراتيه والفوك كونتاكس، اقوم يعني اعتدت على هذه الملابس. شحال دابا انت عندك هذا العلم هذا اللي تبارك الله يعني دابا كتنفع به الناس؟ نعم، نفعت بعائلات وقمت بجمع عائلات وبإرجاء جمع الشمل، وأقوم بمشاهدة الناس يمرون من أمامي جمع الشمل أو التقاء بهم بصدفة، فأقوم يعني لا تقدر فرحتي.
حتى لو عطوني مال الدنيا. هناك زوجة ما ذنبها؟ قاموا بسحر على الإنجاب. هناك امرأة بكامل مقوماتها من جمال ومن دراسات ومن ثقافات ومن أخلاق قاموا بسحر على الزواج. هناك زوجة قاموا بتفريقها عن زوجها. هناك أب قاموا بإبعاد عن أبنائه. هناك رجل في دكان يقوم يعني بترزق الله قاموا بالكسر في ذلك الدكان، قاموا بإخلائهم ذلك الدكان. والهنم جر يعني والقصص كثيرة. في إحدى الحالات قبل 3 شهور أو 4 شهور أتتني حالة لسيدة متناولة السحر المطعوم من طرف يعني العدوزة ديالها. لماذا؟ لأن هذيك السيدة تزوجات بهذاك السيد بدون يعني الولد ديال هذيك السيدة بغى هذيك السيدة بغاها بدون مشاورة عارضات، كانت هي يعني المعنى والمفهوم الحديث ديال ديك المريضة أن بغات الأم بغات ذاك الولد واحد السيدة كانت هي اللي باغا يتزوج بها. الأم بغات هي اللي تختار ليه. ولكن هو القلب ديالو اختار ذلك السيدة. فقامت بطعامها دم العادة الشهرية أعزكم الله. وتلك السيدة كم من سنة يعني لا تقوم بالإنجاب يعني وكلما يجتمع الحمل في بطنها يصبح دم ما نسميه بالدارجة الجرية. لأن الجرية راه سحر المرأة قد تدوز لتي شخص الطب في إيموراجي. وهو الشر سهل لأن طريق الشيطان سهلة، طريق الشيطان لأن بعد السحر كسبوا الملايين وكسبوا العقارات وكسبوا أفخم السيارات ويعني. ولكن لا، عند ربكم تختصمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني إنسان خاص فليتذكر أن في يوم من الأيام كما قال لقمان الحكيم عليه السلام ويعظ ابنه يا ابني إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك، وإذا ضاع حقه في الدنيا سوف تجد حقه في الآخرة أضعاف مضاعفة. ولكن ذلك الساحر وتلك الساحرة إلى أين؟ وتذكر هذا الكلام أين؟ عندما يكون على فراش الاحتضار أو عندما يبلغ من الشيبعاتية فتذكر تلك الذكريات. الله ما لا تنفع ذلك المال وتلك العقارات. ولكن ذلك الإنسان إذا صبر كان له تعطيل عن زواج أو عن إنجاب أو عن وظيفة أو عن بيع أو شراء فما صبره إلا بالله. فالله عز وجل خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تكون في ضيق ما يقهرون. سي محمد هنايا معنا متتبعين اللي كل واحد كيكتب بعض المواد اللي ممكن انها تستعمل في الاستفراغ، فإلا جات على خاطرك وبغيتي يعني تزيد تفيد المتتبعين ديالنا شنو مثلا المواد اللي كتستعمل في الاستفراغ؟ انا باذن الله ان شاء الله اليوم غادي ندير واحد اللايف وغادي غندير في القناه عندي وغنبين للناس ان شاء الله. اسم القناه زاويه جدي الحاج بالقاسم الشاذلي للعلاج. انا ان شاء الله ملي غادي ندخل القناه هذيك الساعه انت غادي تحضروا امامه. نعم ساقوم بتحضيره. ولكن ما فيها بس حتى الناس دابا اللي كيتابعونا ما تحرموهمش من ذكر هاد المواد هادو اللي كتستعمل. على بركه الله. بدأتي حتى في القناه ديالك. على بركه الله. لا نريد من الله سوى الفضل والرحمه والمغفره. هناك 4 عشوب. ثمنهم بخس. ولكن هؤلاء العشوب انا شاد بالبركه بالاذن ولكن سوف اسلمهم الناس. هناك بعض المعقبون وبعض المبشرون يدعون انهم اهل الصلاه على الفقر النجس يبداون بالتعقيب وكذا وكذا الى ذلك. نحن نعرف هذه الاشياء ولكن نحن نريد مرضات الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم اتهم بابشع الاتهامات وخطبه الله في سوره ياسين عندما اتهموه بالشعر خطبه وما علمناك الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر القران المبين. ذلك عندنا الشيح وعندنا الريحان وعندنا اليزير وعندنا الزعتر. أربعة. ولا يمكنني ان اظهر الطريقه. اي انسان فقير او ضعيف او ليس له من متاع الدنيا شيء وحنا كنا فقراء تحت رحمه الله رقمي في الصفحه مرحبا به للعلاج مجانا. ولكن يجب ان تكون فيك شروط الفقر. نعم. بهذا المفهوم. نعم. ليس لديك من متاع الدنيا شيء وتاتي عندي فانا اعيش من 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 من,
هنا فهمنا سي محمد الميساج ديالك، انك انت واحد الانسان ماشي مادي، لا يعني الدرويش ممكن توقف معاه، نعم، على شو سبيل الله، بلا ريال بلا جوج، على شو الناس كثيرا، وحتى اعطيتهم الاشياء من دكان المتواضع هذا، نعم، ولكن اللي عنده ما فيها بس، لان هذاك هو مصدر العيش ديالك انت من هذا المحل، لا ضر لا ضرار، نعم. يعني نقبض العصا من الوسط، نعم. ليس بالمبالغ الضخمه، نعم. واقوم بالتبتع باموال المرضى، فلا يمكنني النوم اذا اخذت من 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 مريض مالا، وذلك المال قام ببيع ملابسه او اثاثه او ثلاجه او تلفاز، هناك مرضى، نعم، يبيعون ثلاجه، يبيعون تلفاز، يبيعون غير عالجني، نعم، عندما يكون المريض مريضا تصبح الدنيا سوداء في عينيه، يستغيط باقرب منقذ. اذا هنا السي محمد واش كيستغل المرض ديال هاد الناس ملي تجي تبيع ثلاجه وتقول لك غير عالجني، تبيع تلفازه وتقول لك غير عالجني، تبيع سلسله ديال الذهب وتقول لك غير عالجني، شنو كيدير السي محمد في هذه الحاله؟ راك عارفها ما عندهاش. في ذيك اللحظه والله شاهد عليا، والله شاهد عليا، والله شاهد عليا، لو انشقت الارض دخلت فيها. رغم انني انا من اسره فقيره الحمد لله، ربنا والدنا على الـ على الـ على الحلال وعلى الـ على الصبر وعلى، وانا اشتغل مهنه اخرى لكي اقوم بالتوازن في حياتي، يعني اقوم عندي مهنه اخرى اقوم بممارستها، فذيك اللحظه اقوم بعلاجها، فالله هو المعالج لا سوى السبب، واقوم باعطاء اشياء حتى تذهب سعيده فرحه، فدموعها لا تساوي الارض او متاع الارض او كنوز الارض، لان من لم يهتم بامر المسلمين ليس منهم، لان عندما قصد كذلك المريض او تلك المريضه فينظر اليك ويرى فيك الاخ والاخت والطبيب النفساني والطبيب الروحي والمستشار الديني والمستشار العاطفي وكل شيء، يجب عدم استغلال تلك النقطه، حذاري، فالله كما قال احد الشيوخ رحمه الله، فالله غيور على عباده. ومن هنا اوجه نداء الى السحره الكفره، إن من قام بالسحر فإنه يسوى على ملة الكفر، من قتل بدعوته كمن قتل بسيفه، إذا قمت بسحر شخص سواء كان ذكر أو أنثى، وذلك الشخص قام بفعل فعل في نفسه بانتحار أو بقتل عائلته أو برمي نفسه من سطح أو من نافذة أو بشيء من هذا، فأنت المتسبب في قتله، لأن القياس هنا من قتل بدعوته كمن قتل بسيفه. نعم، كاين كما قلتي بزاف ديال الانواع ديال السحر، كاين حتى واحد النوع ديال السحر اللي تيقولوا الناس تيعانيوا منه بزاف واللي تيقلب الحياه ديالهم راسا على عقب، وهو الثقاف. صحيح، والثقاف نوع، والثقاف انواع، ولا للنساء، والثقاف انواع، انواع من بين هذه الانواع السي محمد. هو اول شيء في بدايه الامر عندما ياتي اليك المريض يجب ان تقول اذهب الى الطبيب اولا، هناك يكون، لان هناك الثقاف كما درسنا عليه المشايخ رحمه الله ثلاث انواع، بارد الهمه، ما معنى بارد الهمه؟ يعني هو ذلك الشخص هو بفطرته بارد، بهرموناته بجسمه يعني سواء كالذكر كالانثى، هناك اعتقاف على الناس، واعتذر على هذه الكلمه مسبقا للمشاهدين ولل، يقوم بالتبول خارجا وبالاستنجاء والاستجمار بالحجر، وذلك هو ورش الثقاف او بالمسح في 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 حائط، لانك تنصح الناس بحال هكا، لان كما قلنا مباشر بغينا نستافدوا منه، فليستثيروا الاستفاده، فهنايا معاك خوتك اخواتك نصحهم اكيد، يعني هاد المسائل هادو كيسببوا الثقاف، نعم نصحهم، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. كما قلنا الكلام السلفي الذكر، هنا ناس يقوم بقضاء حاجتهم البيولوجيه خارجا، من حدث اصغر من حدث اكبر، انصحهم الا يفعلوا ذلك مره اخرى. لماذا؟ لان ذلك لأن جبتها الضروره او الحاجه او في سفر او في طريق او، فليستتر اولا، بعد فليستتر حرمه لله عز وجل، وفي نفس الوقت يعني كي طهاره دخولي الخلاء شنو خصو خلاء، وفي نفس الوقت يقوم في تلك اللحظة يسرع بمرض متحرك روحي. ما هو هذا المرض؟ يسرع بالمرض عندما تدي جنب ذلك الحائط القور بالمغربية، نعم، بالدارجة حتى الناس تستفيد، أو جنب الشجرة
او جنب او مكان يقوم الناس بالتضلل فيه او بالنوم فيه او بالاستراحه فيه، شجره او كما قال رسول الله اتقوا المحارم الثلاث، دير له الشجره جنب الحائط قارع الطريق، هناك يكون عمار من الجن، هل يرضى ذلك الانسي او ذلك الادمي؟ هل ياتي احد يتبول في بابه او يتبول في داخل غرفه نومه هكذا؟ فيقوم ذلك الجن بتربيه ذلك الانسي على ما ذلك العمل الذي قام به من احترامه. يعني في الاثناء ديال الدخول ديالو لهذاك المكان بخلاء او هذا تيقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولكن في تلك الخبث والخبث هو الشيطان. نعم ساقوم اعوذ بالله من الخبث والخبائث، لانك تتعوذ بالله من الشيطانين ذكر او انثى، الخبث هو الشيطان والخبائث جمع شياطين وشيطانة، الخبث والخبائث يعني ذكورا واناثا. ولكن عندما تتكلم في ذلك المكان لقضاء الحاجة فإن الملائكة تدخل تقوم بإغاثتك. ماذا تقول الملائكة؟ تقول فعلت الشياطين ما فعلته فيه، فتقول فتقوم الملائكة بهلك نفسها في ذلك المكان وتولك، فلا تصبح عندك حماية، لأن الله عز وجل كلف بنا ملائكة، كلف بالمساجد، كلف بالمقابر، كلف ببني آدم، كلف بكل شيء. هذا هو الثقاف الثاني يعني الرب. الثقاف الثالث هو الثقاف يقوم به النساء يدويا بالتقاليد، يعني منشاج خلالة كما نظرت إلى هنا لو سمحتي. نعم هذه تلك الأشياء كلها للعلاج. للعلاج نعم، في إطار السنة وفي إطار كتاب الله. هذا يسمى فأس الورثة. هنا نعم هذا يسمى فأس الورثة. لا نقوم بكتابة أي شيء أو بقسم أو بعزيمة أو بشيء، بل يعني نحن هذا الفأس شادين بالبركة تيحمى تيطفى تحتك بأمر الله. عندنا يعني الثقة بالنسبة للنساء شنو تيسبب ليها؟ بالنسبة للمرأة يتقفون عن الزواج، يتقفون عن الإنجاب، يتقفون عن العمل، يتقفون عن الخروج من منزلها، وتقفون عن أنها متزوجة والزوج في بيت وهي في بيت، يقوم بتوقيف سيارتها التي تتحرك، تقف بتلك السيارة إذا كانت تريد أن تقوم ببيع منزل. نعم باش كتعرف أنت سي محمد أنك خاصك تستعمل مثلا هذا الفاس ولا خاصك تستعمل شي حاجة ولا الفراكة هذه ولا شي حاجة من هذا، باش كتعرف الحاجة اللي خاصك تستعمل في هذيك اللحظة؟ أول شيء أقوم بالتشخيص مثلا. تفضلي. أقوم بالتشخيص لأن في ذلك الثقاف يكون بعاري، ذلك الثقاف يكون بعاري، ذلك الجن ينطق ويقول إن فلان هي التي قامت بسحر فلان أو فلانة. في هذه الحالة تكون الأمور سهلة. في الحالة الثانية يكون هناك علامات أن الزوج عندما يريد أن يطيع زوجته أعزكم الله، رغم أن هذه أعزكم الله توجد، فالله عز وجل ذكر الكلب والحمار في القرآن ولم يقل من باب يعني ثقافتنا. عندما يقوم بوطء زوجته يصبح فاشل الهمة أو لا يحب الاقتراب من زوجته، يراها كعدوه اللدود، أو يجد راحته في الخروج من المنزل رغم أنه لديه أبناء ولديه زوجة يقوم بإطعام المصروف وإطعام كل ما يريدون، ولكن لا يأتي إلى المنزل إلا الإمام بعض الأحيان. في هذه الحالة نعرف هل هو ثقاف يعني عن الزوجة وعن المنزل، هل هو ثقاف عن أن الزوجة هي التي عملت لزوجها أنه لا يعطي امرأة أخرى غيرها إلا يكون برجولة إلا عند زوجتي، ولكن عند هو تيخليها هي يعني. لا هذه حالة أخرى. الحالة الأولى أنه عندما يقوم بوطء زوجته تكون زوجته بريئة، يعني هو يعني معمول له من الخارج من امرأة كان عنده قديما كانت صادقة له، وكان يعني هناك بعض الرجال سمحهم الله يقوم بالكذب على المرأة، سأقوم بالزواج بك، سأقوم بكذا، فالمرأة لا تنسى، المرأة لا تنسى فتنتقم منه يعني عن بعد، كلها صوره وملابسه واسمه واسم أمه ولكن في هذا الاسم والاسم الأم لم يعود يؤتي أكله. لماذا؟ لأن عندنا محمد ود رحمة، شحال من واحد في العالم محمد ود رحمة، دابا ولات تسحروا على العنوان ديال الدار أو الصورة أو الأثر. هناك بعض النساء غفر الله لنا لهم تمشي للحمام وتدي معها قرعه وبونجا وتتهز الماء، تتكون المراه ديك اللحظه ماديه في راسها، غسل في الراس ديالها وهابط الماء ديال الوسخ ديالها عزكم الله، تهز داك الماء وتجيبه، اما تتكون هي مكريه باش تبيعه
كمرسوله، اما حتى هي تخدم به. يعني ماشي، واخا يكون ديال واحد اخر، ماشي داك الوسخ اللي جمعات، ماشي ديال المعنيه. هناك نوع من السحر يعمل بالوسخ الجميع من وسط الحمام، هناك نوع من السحر يكون الانسان مقصود، وهناك ثقاف من الجن يكون انسان متلبس بجنيه عاشقه، وهناك ثقاف موروث يعني هناك انسان تكون امه قبل ولادته يعني يمر ذلك الشيء اليه عن طريق الحمل والرضاعه، وهناك انسان يكون مار بالصباح امام باب عتبه او مكان فيقوم بالتخطي شيء ليس له ولكن يقوم به. والثقاف ليس هو الربط الرجل عن امراه كما معروف في تقاليدنا، بل هو ثقاف عام يعني لمنزل لسياره لدكان لاي شيء يقوم بتوقيفه حتى لا يتحرك. وهادشي كامل عنده العلاج ديالو، اي حاجه عند العلاج بالقران والسنه، السنه والقواعد والحكمه، ولكن الاصل الشيخ القواعد. القواعد نعم كتسطر على هاد القواعد ضروري، يعني ماشي من هبه ودب. لا يمكن، انا بغيت نتعلم حداد، بغيت نتعلم ميكانيك، بغيت نتعلم يعني اي مهنه او حرفه، او مثلا حتى انني انا في واحد القطاع اذا واش نمشي نتكون ولا ما نتكونش؟ اكيد ضروري التكوين، راه لا يمكن شيء بلا تكوين. الا بغيتي تتقن ديك الحاجه خصك دير تكوين ضروري، باش نعرفوا الاصل المرض منين وننزلوا عليه ضربه قاضيه، وكما اقول معرفه خطه العدو نصف هزيمتي. باش تعرف المكر ذلك الجني، وحاجه هناك بعض الرقاد تعطيهم الجني العاد وتعطيهم باليد اليسرى، كون على يقين الجني راه تيكذب ومخادع، لان الجني عندما يعطيك العهد باليد اليمنى فاعلم انه صادق، اخي الراقي، اخي المريض، اخي المعالج. وعندما الجني يعني كيعطي العهد باش زعما يخرج، ملي تيبغي يكذب تيعطي اليسرى باليسرى، تيقول انا خرج ذاك الراقي ليس له قواعد، هو ديزا ما مكونش بهذه المساله كيفاش تتعامل مع كل حاله. ثم ان ذلك المريض كاين بعض الاحيان تيكون غير جا هو مع ذاك المريض اللي ديك مشى مع هذا الشيء مشعويد، ولا مشى مع هذا الشيء كهانه، تصدق ذاك المريض هو مريض جيب مع ذوك الشياطين. ثم واحد النساء اقوم بنصيحتهم من هذا المنبر، تيقوموا باطلاق واحد النوع ديال التفوسخه خانزه كنشموها بعض المرات، تنشموها في بعض المناسبات الدينيه. علاش شموها هاد الريحه هادي؟ بعض المرات كتكون دايز غير من شي زنقه ولا، وكتبقى تشم هاد الريحه، راه لا حول ولا قوه صحيح. الا بالله، ولا كتدخل بعض المرات صراحه ما غاديش نكرو، كتدخل لبعض المحلات وكتلقاهم بخروا ذاك المحل ديالو كيكون ديال التجاره ولا، يعني كيقول لك كان فوسخ. اش كتفوسخ؟ راه ريحه الخنز هذيك، راه لا حول ولا قوه. كلمه فوسخ ما لا تعني كلمه فوسخ هي كلمه فك وحل. نعم، بماذا نحن محتاجين الملائكه؟ نحن محتاجين الى الجن المؤمن، ليس بالاستعانة بهم لا، يعني الجن المؤمن انسان نظيف، الانسان يدخل الجامع راه ماشي هو انسان واقف في واحد المزبله، انسان في الحمام ليس هو انسان في مزبله اعزكم الله. في تلك اللحظه ملي تطلق هذيك التفوسيخه راه تنشريوها تتكون في الاسواق، ان فوا تندير حفله للشياطين وتستدعيهم. وشحال ديال شحال من المراه خرجت على بناتها ما خلاتهمش يتزوجوا، هي لبست بناتها بدوك الشياطين، وشحال ديال المراه بقات تسمع هذيك الرائحه، لان تطرد الملائكه، لان الملائكه مخلوقات نورانيه تتأدب ديك الرائحه، ديك الرائحه خبيثه. واش حنا وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش نتفخروا بشوك القنفذ، بزبد البحر، بفراقش الحمير، باشياء خبيثه؟ حاشا ولله، حنا نحتاج الى روائح طيبه كما تنظرون هناك. عندي يعني واحد الوصفه ترك لي احد الشيوخ، يوجد فيها السر، ويوجد فيها 18 بالدارجة فوسيخة، تبطل أي شيء بأمر الله، ورائحة طيبة. وهاد هاد 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 الروائح هاد الطباخين تكون في الطب النبوي لابن القيم الجوزية، لأن هناك من البخور ما هو طبي وما هو روحي، ولكن غير داك البخور ما تقومش عندك واحد النية أنك أنت راه غاتستعن بواحد الجني غيحضر، ولا بحال الخادم غيحضر، ولا أنت غير تطهر المنزل ديالك. نعم، إذا هنايا كذلك سي محمد نصيحة للناس اللي كيطلقوا ديك التباخرة في الدار، ما يبقاوش يطلقوها، راه إلا كانت ريحة خايبة وخانزة راه كتجري على الملائكة، يعني غير كتأذي نفسك وكتأذي وتدير حفلة للشياطين، كدير بحال كدير لهم إعراضة للشياطين هذه، إعراضة كما تنقولوا بالدارجة مزوهرة بكامل، كيبغيو الخنز ويبغيو الرائحة الكريهة، لان الملائكه ما ديرلهمش هذيك الريحه الخانزه. نعم، لان الجن على سبيل ذكر الجن
الجن انواع واشكال، هناك من الجن اسمه السباسب، هناك نوع من الجن اسمه التواقيف، هناك الجن نوع من الجن اسمه الطواغيت، هناك من نوع من الجن اسمه الجن السفلي، هناك نوع من الجن يكون في المكان اللي فيه الشطب، الشجر ديال الشطب الشوك، هناك نوع من الجن تكون في النوع اللي فيه الصخر، هناك من نوع من الجن يكون في مجاري المياه، كاين مجاري المياه النظيفه والمجاري المياه الصرف الصحي القذره. هنا يجب ان استعمل ذكائي واستعمل حكمتي وقواعدي كيف مثلا. هناك من نوع من الجن يقضي عليه القطران. هناك نوع من الجن تقضي عليه المياه السائله. استفيد اخي اختي الراقيه. قطران. ولكن ينزل كالنار على ذلك الجني بتلك الرائحه كما قلت لك الرائحه الكريهه للقطران وقوته يستغيث ذلك الجني. فتفعل فيه ما تشاء، يقوم بي 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 تقوم بمح بي بعمل له محضر اقوال كما قلنا، تقدر تستنطقه تستنطقه، وحتى بعض الاحيان انا استنطقه بتلك كل الناس الموجوده عندي، وحتى بذلك الشخص يعني الاتي الصحيح يعني المعافى يقوم بما عنده، يعني في تلك اللحظه استغلون كاملة يعني اقوم بضرب عصفورين بحجر واحد. هنا الرقي يستعمل ذكاءه ويستعمل يعني قواعده. وهو نصيحه للرقاة الا يقومون بعمل الرقي بالجماعه، ولا يقومون بي 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 يعني بادخال كثيرا من الناس. لماذا؟ لان ذاك الرقي يصبح في تعب وفي انهيار نفسي وفي عطش وفي جوع وفي يعني وفي تعطيل عن الصلاه وفي جميع امور الدنيويه والاخره، ولا يركز في الرقيه. لهذا فتكون الطاقة الاستيعابية للمرضى قليلة لكي يحضر معهم عقلهم وعقله وقواعده، وهذا كان راقيا بالفعل او معالج. اذا قبل ما نهو المباشر سي محمد، شنو الرسالة ديالك الأخيرة لخوتك والمتابعي قناة شوف تيفي؟ نصيحتي إلى الناس اللي عنده شي مرض روحي أو روحاني ويعاني منه فلينقذ نفسه، لأن الله الذي أنزل الداء أنزل الدواء. ثم الناس المكلين، وخا يكون عنده توكال من 1000 سنة وأقولها وأكررها، أي نوع من التوكال بإذن الله غيلوحو قدامه ويشوفو قدامه. أنا عبد ربي هذا. وأي إنسان به جن، إذ كان جني حقيقي، أنا أتحمل كافة مسؤولية أقوالي. شنو تقصد بجني حقيقي؟ يعني كاين هناك نوع من الفتيات من تقوم بجعل نفسها في حالة هستيرية لعدم موافقة والدي عن عريس أو عن كذا وعن كذا. كتمثل بهذا المصطلح. بهذا المصطلح. أما صاحبة الجني الحقيقي أو زوجة على زوجها كذا وكذا، عندما يتكلم معها في موضوع مهم ويريدون أن يقوموا بمناقشته تنهار. واحد الكلمة تيقولوها الناس، خاصهم ما يبقوش يقولوها، ديال هذا السيد راه دار بينه المسلمين، هذا السيد دار بينه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم راه بداية لإسم الله. يعني نبدأ بإسم الله ونتوكل على الله، وكل ذي أمر ذي بال، كل أمر ذي بال لا يذكر بإسم الله فهو أبتر. وكلمة بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف على وزن زبانية جهنم، لأن يعني خزانة جهنم حكمة من الله في هذا السر. والمسلمين راه ما كاين الجن، راه ما كاينش المسلمين، وضاربة عائشة كالإنسيات، عائشة فاطمة رحمة الزهراء رقية سهام حسناء كذلك الجنيات. والناس ما يبقوش سميتو يشقاو في الليل، ماشي كاع الشقاو، واحد الشقا معين كاس الصابون، صابون باليد بالماكينه ولا باليد الماكينه. واللي عنده ظروف العمل ديالها لا تتأذى، لان واحد المرات. دابا نعطيك مثال، انا مثلا انا خدامه النهار كامل، غندخل دابا غندور الماكينه، ظروف العمل ديالك ما كتسمح. عندما يؤدي العصر فإنه وقت نهوض ووقت لعب ووقت صلاة، نوع من هل يجوز الصلاة المفروضة علينا وراء العصر؟ أنا أستغفر الله، النافلة، هل يجوز النافلة بين العصر والمغرب؟ هل يجوز النافلة بين صلاة الصبح إلا لفترة الضحى. لماذا؟ لأن الشمس تغرب على قرن شيطان وتشرق على قرن شيطان. لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان أحد الشيوخ في مدينة البصرة قديما، لم أتذكر اسمه، كانت له يعني ابنه، فذهبت الى مكان وقامت بقضاء حاجتها، فتلبس بها جني فجاءت وانصرعت، فتكلم معه
ذلك الشيخ فقال له كفوا عنا صبيانكم فانه وقت صلاتنا وقت لعبنا وقت رمضان. وهناك من الجن من يكون يعني لا مثله مثل الانسان، يقوم بالبيع والشراء معك، يقوم بمصافحتك، بجلوس معك في المقاهي. نعم صحيح، كثيرا سيكذبون هذا الكلام، ولكن انا متأكد، انا لدي كل الثقه في كلامي. هو جلس معك جنيون؟ نعم بصفه بشرين. ولا شي انسان تيقول شتك في واحد الجامع وشتك في واحد السوق، تيقول يا ودي راه ما كنتش في ذاك الجامع، تيقول لا شتك. هناك ذاك الجني ياخذ صورتك. ولا يتسع الوقت للحديث، باقي ان شاء الله في المقابله الاخرى، لان باب الحكمه باب طويل وباب لذيذ وباب صادق. شنو تقول للمشعوذين في هذا المباشر هذا؟ شنو هي الرساله ديالك للمشعوذين والمشعوذات؟ نعم اقول لهم اتقوا الله في انفسكم، وان الموت تاتي فجاه، واذا اتتك الموت في تلك اللحظه التي على ذلك العامل ذلك العمل الذي هو من اكبر الكبائر، فلا تلومن الا نفسك، لا تبع اخرتك بدنياك، واتق الله فان لك ابناء ولك زوجه ولك ام. واعلم انك اذا طال في عمرك سوف تتعذب كثيرا، لقد رايت كثيرا من المشعوذين اصابوا بالعمى، يقضون حاجاتهم في فراشهم، قاموا بطلاق زوجاتهم، قاموا يعني بموت موت رغم مالهم، ورغم كانت لديهم سلطه ولهم مال ولهم قوه ولهم استعانتهم بالجن. ورايت عيالات ما يسمى بالكهانات كانوا تيحرقوا الكتاتان، وراه النساء المتتبعين عارفين اشنو هما الحرق ديال الكتاتان والتكوريط والاذى تيظلوا دارعين بهذا المفهوم، نهضروا شويه بالدارجه باش الناس تفهمنا، تيظلوا دارعين يجمعوا في الاذى من المزابيل ومن المقابر ومن من من حاجه. واحد الناس خصوصا الناس اللي تمشيو للمقابر وتجعل الراس ديال النفس ديالها انها تتقرا او تترحم لواحد القرار وهي تدفن. واحد ويأذيو حيوانات داك السلحفات وبقاو يدفنوا فيهم داك الشيء كيبقاو يخيطوا فيهم، ذلك مباشر في مقبره. نعم ذلك هناك نوع من السحره يقوموا بدفن تلك الاشياء ويقوموا بجعل الناس تصديقه لكي ينصب عليهم، دفن سلحفات ودفن. نعم هذا الشيء كنشوفوه كثير واكيد كنقولوا لهم اتقوا الله، ولكن كاين بعض النساء للاسف الشديد انا شخصيا كتقول لك انا غدا عنده حدث تدير كارطه يعني شوافه الفال الزهره كتخمم تقول لي تقول لك لا عادي مالي انا شنو درت، مشيت انا شفتها غا سعدي هذاك ما بغيت ما قدرتش نقنعها وما قدر ما بغاتش تقتنع ليا بان راك كتشركي بالله. لا يمكن، لماذا؟ لان لديها هي تقول لك لا انا ما اديت حد ما تجعش مشيت شفتها زهره، لان هي في دماغها وفي نفسها فكره لا يمكن الرجوع عليها. لماذا؟ لان في تلك اللحظه ذلك الشيطان المتلبس بها يظهر لها الشهد ويظهر لها الشهد، فتقوم هي بلعق العسل، يظهر لها ذلك المكان التي في تلك الكهينه الكهانه وليس بكهينه بل كهانه يعني كمتنفس كمخرج لحياتها. والحديث راه وارد في هذا الصدد بإجماع العلماء الامه ان من اتى عرافا تقبل الصلاة 40 يوما، ومن أتى وصدق المقال كفر بما أنزل محمد. ونحن لماذا نريد هذه الدنيا وهذه اللذة العابرة الزائلة ونترك اللذة الدائمة؟ لأن الإنسان عندما يكون في بطن أمه يأتي ملاك يكتب له الأجل والعمل وشقي وسعيد، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. سي محمد ما عرفتش شفتي معنا واحد المباشر درناه في مدينه خريبكا في مقبره العمريات اللي شفنا بعض الممارسات اللي كتمارس في هذه المقبره كبزاف ديال الطقوس. طقوس طبعا طقوس، كيمشيو تيشعلوا الشماع تيهزوا الحنة تيطلوها لشي حجار كيمشيو كيبقاو يدوروا على الواليس بعض المرات، وحنا كنعرفوا بان الطواف ففي الكعبه لا غير. شنو تقول لهاد الناس؟ لان حنا مشينا لعين المكان وحاولنا اننا نوصلوا الصوره ورينا الشمع نشنا السلطات باش انهم يشددوا الحراسه ديالهم تما ويحيدوا هذاك الشمع ويحيدوا هذاك. حتى كان احد الاخوه لدى عيلة ذكري اسمه قام بهذه المبادره، مشكور لدى عيلة ذكري اسمه مشكور، وعجبني ما فعل، بارك الله فيه
وعليه من هذا المنبر يعني قام بإيصال الفكرة، ويعني تم إنقاذ كثير من الناس، وتم كثير يعني الكشف كثير من الناس الخبثاء من المقابر. سأقوم بإجابة عن السؤال. هناك نوع من السحر لا يصلح ولا يعمل إلا في المقبرة، هناك نوع من الجن يقوم في السكن في المقبرة. كأحد الحالات مرة ذهبت عند أحد الناس فوجدت لهم ابنة مريضة منذ سنتين ونصف. ما هو نوع مرضها؟ تنهض في نصف الليل ومع الساعة الواحدة أو الثانية إذن، فتذهب إلى الحمام وتقوم برفع الفضلات من عزك الله عز الله المشاهدين وكل من يستمع لنا ومن يشاهدنا، فتقوم برفع الفضلات من بور وغائط وتقوم بطلاء نفسها. لماذا؟ لأن ذلك الجني تلك الرائحة هي عطره، إنه هو خبز من سكان هذا، هو الجن الذي قلنا من سكان مجاري الصرف، وهذا الجن خبيث ومتلبس. أين يتلبس؟ يتلبس بالمرأة التي لا تحتشم، تقوم بتبديل ملابسها في المنزل، يقوم بالمرأة التي تقوم عندما الانتهاء من عملية الشواء بصب الماء في المجمر تطفيه، يقوم بالتلبس من المرأة التي تبكي كثيرا في المقبرة، لأن كل نوع من الجن يدخل على البكاء. تقوم بالمرأة التي تستعمل كثير من مثل هذه الطقوس من إشعال الشموع. يقوم بالتلبس من تحين الفرصة للدخول بجميع النساء التي تقوم بالأعمال السفلية، لأن هناك سحر سفلي وهناك سحر علوي، سوف نتكلم عليه في نقطة أخرى إن شاء الله. عندما ذهبت عند تلك العائلة لم يرد لطق ذلك العاري، يعني لأن الجن من عادته لا يرضى بالأدمي، لأن هناك عداوة ثابتة بين التراب والنار منذ خلق آدم. التراب هم نحن بني آدم، والنار هم الجن، لأن إبليس الشيطان لأنه مخلوق جني، لأنه هو ليس هو أبو الجن بل هو من الجن، إلا إبليس كان من الجن وسقع أمر ربه. وبعد دخول في 40 دقيقة للحصة بأمر الله، وبعد يعني إنزال العذاب عليه وهناك أسرار وعذاب وكذا إلى آخره، وكانت تلك الشابة قوة 6 رجال، 5 رجال وأنا والثالث ولم نقوم ب يعني بال 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 بتهدئتها وبالسميزه ما قدرناش نغلبوا عليها. بعد ذلك قلت له بعد السلام عليكم، قال لي السلام. أول شيء عندما يقول لك ذلك جني السلام فعلوا على الملة الإسلام، السلام عليكم تنزلك السلام، لأن السلام اسم الله الحسنى. السلام عليكم على من؟ على الشخص وعلى ملائكته رقيب وعتيد، وعلى من معه، لأن هناك من الناس ما تكون له صحبة معه دائما، لأن حتى الجن يتصاحبون مع الإنس ويكون في مساعدتهم في أمور بدون عزيمة ودون قصام، رغم أنه ليس فقيه أو ليس مشعوذ أو ليس تلك بركة، ذلك موضوع آخر بأمر الله، ما يسمى بالجواد وبركة مورثة من الأجداد. ثم بعض الناس قال لي أنا من سكان المقابر، دخلت عليها بسبب أنها قامت بإرضاع ابنتها هي الصغيرة. لهذا أوجه لإخوتي المشاهدات وكل من يستمع إلى كلمتي وإلى هذا البث أنهم يحتشمن عندما يقوم بإرضاع أبنائهم، رغم أن الذي ما هذا الشيء عادي، فقام بالدخول إليها وتلبس بها وجعل ما جعل فيها وجعل حياتها رأسا على عقب. ثم قلت لهم أين أنت؟ قال أنا من سكان المقابر من أهل القارعة. قلت له لقد، فقلت له لقد وقعت في الفخ. قال كيف؟ أعرف أن الصورة التي سوف تنزل لك العادة، فبدأت بقراءة صورة القارعة فبدأ يستغيث، ولكن لا يريد النطق إلا كان ينطق ويحاور بمكر وبخداع، ولكن أنا أيضا استعملت مع المكر والخداع وقمت باستدراجه حتى وقع في الفخ، فقمت بإنزال العذاب إليه، ولكن في الأخير إن شاء الله قام بالإسلام. ليس إسلام مزيف، ولكن من جن من يقول لك أنا أصبحت مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يمكن أن أصبح مسلما. أنا مثلا قل إلي خرج من الإسلام، أصبح أنا مثلا نصبح دابا نصراني أو يهودي، غنولي نصراني. أنا غنقول لك بشفتي أنا وليت نصراني، أنا وليت نصراني، أنا وليت يهودي، أنا وليت يهودي، ما يمكنش. باش انت كتعرف راه فعلا ولا مسلم، هو غادي يقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وانا اصبحت مسلما بالعهد باليد اليمنى كما قلنا، بالخروج من اصبع
اليسرى للرجل اليسرى او بالخروج من اصبع اليد اليسرى من اصبع اليسرى. وحذاري يا اخوتي الرقاص ان يقوم الجني بالخروج من العينين فيصيب ذلك الشخص بالعمى مدى حياته، حتى لو قمت باحضار اكبر اطباء في العالم لا يمكن معالجتي. اي جني يريد الخروج فكلمتك انت هي المتسلط عليه، ليس بشروطه هو بل بشروطك انت، وحتى يعلم انه اذا راجع ذلك الجسد ان ينتظر العذاب. وفي الاول الدعوه الى الله، وفي الثاني ايات العذاب، ولكن في الاخير يجوز لك القتل شرعا، لانه اذا اعطاك العهد وخرج ورجع فقد خالف العهد. كلمة مختصرة، الناس اللي كيمشيو ل شي داري حتى يبقاو يطوفوا عليه، شنو تقول لهم؟ أول شيء هذاك الصالح اللي غنقوموا بالزيارة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قد نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها فنذكركم بالآخرة. ذلك الصالح راه مثله كمثل الأموات. أنا لدي شيوخي أقوم بزيارتهم، ولكن طبقا للشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا دار قوم مؤمنون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله لاحقون، اللهم ارحمنا وارحمهم واغفر لنا ولهم ولا لا تحرمنا أجرهم سنة بعدهم. السلام عليك يا فلان، لأنه عندما تقول له السلام لفلان فإنه يقوم بالإجابة بالسلام عليك، فإنهم يفرحون بالسلام ويستأنسون بها وتنزل عليهم كالرحمة. وأقول بالناس الذي لا في سياق متصل الحديث الذين يذهبون لزيارات آبائهم وأمهاتهم في المقابر، فصلة الرحم مع الأموات ومع الأحياء. عندما تقوم بدفن أمك أو أبيك ولا تذهب لزيارتها فإنها تحزن كثيرا، ولا كلام يكون في الآخرة بين الأموات. ففلان تقول أتى إلي ابني، وفلان يقول أتى إلي ابني، كيف تأتي إليه؟ عندما تقوم بالتصدق عليه وبالترحم عليه. ماشي ضروري نمشي نبكي ليه على قبره، يعني إن فوان صدق واحد الصدقة هذيك راه زيارة بالنسبة لي. ولكن صدقة يكون لها فرح وسرور في وجه ذلك يعني الفقير أو المريض أو الضعيف أو المحتاج كالصدقة. الصدقة راه ماشي بربعة ريال، او انا جزار نعطي عظم ولا نعطي طرف من الشحمه، او انا عندي حانوت نعطي خبزه تقدر تبغي تتبع ليا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، خصني نحيد الحاجه من فوقي ونعطيها للانسان. انا مازلت غادي في كيلو ديال اللحم خصني نصدق رابعه، بغيت نصدق خصني نصدق صدقه يفرح بها داك السائل ونجيب هذاك السائل ونريحو فوق. هي الصدقه اللي يفرحوا بها يعني الاهل ديالنا في القبور؟ نعم، تفرحوا بها وتستانسوا بها لتصل لهم كالرحمه. وكلكم كما قال الله عز وجل في الأربعين النووي الإمام النووي في حديث قدسي، كلكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموا أطعمكم. كيف نطعم الله؟ بإطعام عبده. كيف نكسو الله؟ بكساء عبده. من بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا مضاعفة. كيف نقرض الله؟ بالتنفس عن كرب عبده وبإخراجه من الظلمات إلى النور. فمن فرج الأخ كرب الدنيا فرج عليه كرب الدنيا الاخره مضاعفه، والحسنه بعشر امثالها. نعم، شكرا سي محمد. مختصر الكلمه موجهه للرقاص، موجهه للمرضى. اي اخ راقي خاصو قواعد مرحبا به، واي اخ مريض فقير محتاج مرحبا به، واي اخ يعاني في صمت من زمن ما قادرش يجي مرحبا به، واي انسان ما قادرش يجي يمشوا لعندو. وكل شيء باذن الله، وهذا الشيء احنا اصلا عندنا في البركه، وما رميت درميت ولكن الله رمى، ويد الله قبل يدي، ولله الامر من قبل ومن بعد. تبارك الله عليك. وسنعتذر لو كانت شي كلمه خارجه عن الموضوع او لمسنا بها احدا او يعني موضوعا قام يعني بال شكرا لك سي محمد، اكيد استفدنا معك بزاف ديال الحوايج، الحديث معك ممتع. نتمنى ان شاء الله ان نعاود نديروا معك شي لقاء ان شاء الله. مرحبا بكم. ربما تقدر تكون فيها حلقات اللي نحاولوا اننا نستافدوا نشخص كل حاجه بوحدها. تمام، شكرا لك. مشاهدي قناه شوف تي في، كنتم على المباشر من مدينه الشهداء مدينه وادي زن، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. شكرا.